السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من برامجكم المشهد، والتي نناقش فيها موضوع لقاء الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز يوم أمس بالبرلمانيين الممثلين لأحزاب الأغلبية، كما نناقش موضوع الحوار السياسي المرتقب بين المعارضة والنظام وموقف هذه الأحزاب منه. يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد الأستاذ شيخ ناوي الحجبو رئيس حزب الكرامة. أهلا وسهلا سيد الرئيس، شكرا على تلبية الدعوة. سيد الرئيس، لقاء الرئيس محمد بن عبد العزيز يوم أمس بالبرلمانيين ممثلين لأحزاب الأغلبية يأتي في سياق حديث متسارع عن موضوع الحوار السياسي المرتقب، إلى أي حد سيطر موضوع الحوار على هذا اللقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أشكر قناة المرابطون على تحت هذه الفرصة. في البداية أود أن أشير أن كان هذا اللقاء كان أجدر به أن يكون مع رئيس أحزاب الأغلبية الشيخ عدنان، لأنه اللي يكون مخولا لتفاصيل كلكم في النهاية ممثل الأغلبية. بالنسبة لا بأس، يمكن أن أعطي وجهة نظر وجهة نظري كنائب وكرئيس حزبنا أحزاب الأغلبية. طبعا فيما يخص لقاء السيد الرئيس مع أحزاب الأغلبية والنواب، فعلا كان موضوع بالنسبة لنا كأغلبية كرئيس جمهورية، هو يجسد فقط بالنسبة للعلاقة ما بين القمة والقاعدة بالنسبة لنا، وهي صفة حميدة للتشاور وللحوار داخل الأغلبية والنقاش. طبعا كان موضوع الحوار هو الموضوع البارز في أو الأساس لهذا اللقاء، وطبعا طرحه الرئيس وتم التداول بشأنه، وكانت هناك نقاشات حول هذا الموضوع بالأساس. طيب، ما سرب من هناك وما يتحدث عنه عن أن الرئيس قال إن الوثيقة التي بعثت بها الحكومة إلى المعارضة تضمنت أغلب النقاط التي كانت المعارضة تطالب بها، لماذا الاستجابة لنقاط المعارضة في هذه اللحظة بالضبط وبالذات؟ أولا بالنسبة لي النقاط التي أرسلت الأغلبية للمعارضة فعلا كانت كلها هي النقاط الحاضرة والمتداولة عند جميع أحزاب المعارضة، سواء في المنتدى أو سواء في الأحزاب الأخرى، وبالتالي تم جمع هذه القضايا المطروحة و صياغتها في إطار وثيقة وإرسالها للمعارضة. لماذا الاستجابة لهذه النقاط كلها في هذه الظرفية؟ إياك ما يبقى أهم شيء من هذه القضايا التي تطرحها المعارضة إلا وكانت كان هناك اهتمام بها وكان هناك تجاوب معها. الاهتمام بالحوار في هذه اللحظة لا أعتقد أنه جديد، الحوار كان مطلب وكان مسعى عند الطيف السياسي بشكل عام، واحنا في إطار الأغلبية ورئيس الجمهورية كما تعرفوا قطعا مشاء متابعين الأحداث، قلما كانت هناك فرصة إلا ويتحدث عن الحوار استعداد له. وفالشنقيط كان طرحه للقضية متقدم وبارز، وبالتالي إذن هو شيء ليس جديدا بما قدر ما هو مسألة قديمة. طيب، تطرح في السياق التعبير عن الاستعداد للحوار كان كثيرا ما يطرح، كان كثير سواء من طرف الرئيس أو من طرف المعارضة، كان لكن الجديد هو الاهتمام هذه المرة البارز وتقديم بعض الضمانات وغير ذلك، لماذا الآن بالضبط وبالذات؟ أعتقد بالنسبة للمعارضة في المآونة الأخيرة ألحت وطلبت بإلحاح مسألة الحوار، كانت رسائلها كثيرة، يعني رسائلها لا أقول رسائل مكتوبة، رسائل والإشارات كثيرة في هذا المجال، وتحت هذه الإلحاح استأنست الأغلبية والرئيس من أن ثمة جدية عند المعارضة دخول حوار هذه المرة،
وبالتالي دعا إلى الحوار لمعرفة مدى استعداد هذه الأطراف لهذا الحوار. هذه الجدية من طرف المعارضة هل كانت مفقودة في المحاولات الحوار السابقة؟ أعتقد أن بالنسبة للحوارات السابقة إذا كنت تقصد به تجارب الحوار السابقة والتي وصلت النتائج، سواء ذاك اللي منها كان في دكار وذاك اللي منها خلق بين لاحقا بين الأغلبية والمعاهدة، هاي الحوارات دائما فيها آخرية ما عند المعارضة متحفظ عليها، أو هي بالنسبة لها ترى بأن هناك نقص في تطبيقها. حوار دكار نتائجه أنت تعرفها، هي سلمت كل شيء بالنسبة للأغلبية، سلمت كل شيء المعارضة، تولات دخلت المؤسسة التنفيذية الحكومة، شرفت على المشهد السياسي وقتها وخلقت نتائج. ورغم ذلك هاي النتائج، سيد رئيس المعارضة تقول شيئا آخر، هاي النتائج هي لم تلتزم بمخرجاتها لاحقا، وبالتالي تنكرت الكثير من بنوديها، وبالتالي وقع حوار آخر. وأنا بعد بالنسبة لي قد يعود أحسن من اللي قبله، لأنه على الأقل هو حوار بين موريتانيين، وبالتالي كان في أطياف سياسية وازنة وعطى نتائج مهمة لأقصى درجة أنت تعرف لا يتسع المجال لكرهها. هذا الحراك السياسي، هذا الحراك السياسي بالنسبة للرئيس يرى في الوقت الحاضر ما دامت هاي الأطراف هي جادة في الحوار والدور، هناك استجابة حقيقية وجادة، وهي الاستجابة أجسدت في خطوات عملية، منها انتداب وزير أول ذا مصداقية كبيرة، الأطراف السياسية كاملة متفقة على أنه شخص وازن وعلى أنه شخص معتدل وعلى أنه شخص أيضا قد يشكل إجماع، وبالتالي وعين وكلف ملف، والدولة المغلبية عدلت وثيقة مولي انطلاقا من اللي تطرح المعارضة وأرسلتها. طيب على كل حال وثائق تم التبادل بشأنها، نعم. أنتم في الأغلبية لا لم يتم التبادل بشأنها، لأنه نحن حتى الآن الكل بعث حتى أدقق شوي. إحنا من واحد أعتقد أنه من 31 يوم لا يعود تقريبا، والأغلبية أرسلت رسالتها، وحتى على أنها عينت الأشخاص المعنيين بالممهدات الحوار لطرح إطار للحوار، وما زال حتى أنا ننتظر المنتدى المعارضة تصر تعين أشخاص لنفس الغرض. هذا التباطؤ المعارضة الحقيقة، إحنا أطرح عندنا في الأغلبية إشارة استفهام طيب علاج جديه اللي دعوت دائما للحوار. وقبل قليل قلتم بوجود مؤشرات تؤشر على ان المعارضه اكثر جديه هذه المره، هذا كانت هو المتوقع. طيب. نتيجه لإلحاحها، نتيجه لانها تداولت هذه القضيه في المشهد السياسي، والمشهد السياسي لا يخلو يوما من خروج او خرجات للمعارضه تسال عن الحوار وتطالب به. احنا ومن الأغلبية أيضا، أنتم الآن سيد رئيس أنتم في الأغلبية، هل ترون فعلا بوجود دواعي لإجراء فعلا حوار ضروري جدي سياسي؟ إحنا نريد أن هذه الضجة وهذه الحركة المطلبية للحوار تنتهي، وبالتالي يتواجد الموريتانيين حول الطاولة ويناقشون كل القضايا وبدون أي تحفظات. كل القضايا يمكن أن تطرح ويمكن أن تناقش، والأغلبية طرحت هذه القضية وفتحت طيب المجال. لكن هل ترون فعلا بوجود دواعي للحوار السياسي؟ نعتقد أن دواعي الحوار السياسي بالنسبة لنا أن هذا مشروع التنمية المشرع فيه يشارك فيه الجميع ويشرك فيه الجميع. إذا كان الجميع هل هذا اعتراف ضمني على أنه هناك من هو مقصي؟ لا ليس لا بما لا بهذا المعنى. نحن بأي معنى الحوارات السابقة التي فتحت شارك البعض وبعض لم يشارك لاعتبارات خاصة به، احنا نظرا لسياق الزمن تطوره لعل هاي الأطراف التي لم تشارك وقتها نتاح لها فرصة أخرى كي تشارك في بناء هذا البلد، وبالتالي في المصلحة العليا للوطن تقتضي أن تكون الأطراف السياسية كاملة منتظمة داخل هذا الحوار، وبالتالي تنتهي
إلى نتائج مهمة للبلد. للبلد. حتى يتضح السؤال بشكل آخر، المعارضة ترى أن هناك أزمة على مختلف الأصعدة تستدعي ضرورة الجلوس على طاولة الحوار، حوار سياسي جديد. أنتم في الأغلبية تقولون بحوار سياسي، لكن لا ترون بما تراه المعارضة بهذا المفهوم. لماذا إذن وأنتم تقولون بأن الوثيقة تضمنت كل الشروط والأسئلة والضمانات التي تثير المعارضة؟ أليس هناك نوع من التناقض؟ الوثيقة التي أرسلت من طرف الأغلبية تضمنت كل القضايا التي تطرحها المعارضة كي لا يبقى شيئا خارج ما تطرحه المعارضة من قضايا يمكن أن تداول. طيب سيد رئيس المعارضة ما تطرحه هذا في حد ذاته يأتي من منطلق أن هناك أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية، أين أنتم من ذلك؟ هذا في حد ذاته استجابة لإثبات حسن النية والاستعداد للنقاش كل شيء. بالنسبة لنا نحن بالأغلبية تقييمنا للوضع البلد لا نرى مثل ما تراه المعارضة. نحن نرى أن البلد الحمد لله بخير، لا يشهد أزمة، وضع الاقتصادي بخير، الحالة السياسية الحمد لله، الحالة الأمنية، ولكن هذا لا يمنع من لم يشارك في هذا المشهد السياسي تتاح له فرصة المشاركة من جديد، لعل وعسى ينتبه إلى أهمية هذا الإجماع الوطني وهذه المشاركة الوطنية في بناء البلد. لكن سيد الرئيس، من لم يشارك هو يطرح، يعني يطرح مجموعة من الشروط ويطرح مجموعة من الرؤى التي يرى أن الحوار ينبغي أن يكون عليها انطلاقا من أن هناك أزمة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغير ذلك. أنتم لا ترون بوجود هذه الأزمة ومع ذلك مستعدون يعني التشاور والنقاش بشأن هذه المطالب التي تطرح رغم أنكم تختلفون في المنطلق؟ نحن لا نرى أن هناك أزمة في البلد من الناحية السياسية الاقتصادية، لأن المؤسسات الدستورية تمارس عملها في وضع طبيعي، في وضع طبيعي. عندما تكون هناك أزمة سياسية معناه أن ذلك أن هذه المؤسسات لا تجد مناخ لممارسة مسؤوليتها وممارسة مهامها. نحن الحمد لله الأمور تجري في البلد. هل ترى أنت أن هذه المؤسسات تقوم بدورها؟ أنا لست طرفا، أنا أسأل فقط لتجيب ولكن وأطرح ولكن ولكن ما يطرحه ولكن أي مشاهد. ولكن مسألة الحوار ومسألة الديمقراطية في العالم كامل وفي الدول كاملة دائما مسألة مطروحة، وإحنا غرضنا بعد من الأساس ليس أن هناك أزمة نريد أن نحلها، وإنما نريد أن نعمق هذه التجربة الديمقراطية، ونريد أن نتيح الفرصة للجميع بأن يدلوا دلوه في هذا الحوار، كي أولا لمصلحة البلد، لمصلحة البلد أكبر مصلحة للبلد من تنمية القيم الديمقراطية، من الوصول إلى مستوى من الوعي وإلى مستوى من 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 تطوير القيم الديمقراطية والممارسة الديمقراطية. هذا ما 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 أكبر منه شيء، هذا بحد ذاته مطلب كبير عند الأغلبية، وبالتالي هون المسألة تتطلب حوار حقيقة جدي وأهله يشعروا بالمسؤولية، وبالتالي ينهي هذه التجاذبات. احنا نعتبرها تجاذبات، نعتبرها أطراف سياسية رأت فرصة ولم تشارك وشاركت أطراف أخرى وازنة، أن نعطي مرة أخرى لأطراف حتى ينتهي تنتهي هذه هذه الحالة إلى حالة من الانسجام ومن التفاهم وعلى صيغة يمشي بها البلد. طيب صيغة توافقية. طيب سيد رئيس، أنتم في ائتلاف أحزاب الأغلبية أصدرتم يوم أمس بيان طالبتم فيه المعارضة بالدخول في حوار سياسي جدي دون أي خطوط حمراء. ما طبيعة هذه الخطوط الحمراء التي تحذرون منها، وإلى أي حد وضعت هذه الخطوط في الحوارات السابقة؟ على كل حال بالنسبة للحوار الحالي والاستعداد له والمطروح فيه، احنا في الأغلبية مستعدين أن نناقش كل شيء على الطاولة دون استثناء، بما فيها جميع القضايا اللي مطروحة اللي تطرحها المعارضة. ولماذا إذن ولكن تنصيص على هذه الخطوط الحمراء؟ احنا قلنا ليس لا توجد كياش كي نثبت حسن نيتنا، وكي أيضا الطرف الآخر يتأكد على أن كل القضايا
مستعدين نناقشها، مستعدين نناقش. ألا لماذا هم لا يختبرون صدق هذه النوايا؟ نحن قمنا بتعيين الأغلبية، عينت وزير أول للحوار سابق، أخرت انتخابات جزئية للشيوخ هذا كله خطوات في تعزيز هذا المسار، جديتنا في الحوار، الأغلبية في الحوار. إذن لماذا هذه الأطراف السياسية اللي لها زمن الزمن الطالب بالحوار تجد فرصة له، لماذا لا تدخل فيه؟ لماذا لا تقدم هي شيء؟ هي تطالب بضرورة وجود ضمانات جدية وحقيقية تؤشر فعلا قلنا عندما على هذه الجدية. احنا عندنا جدية أولا. أول سيد الرئيس سنأخذ فاصل قصير ثم نعود للإجابة على هذا السؤال. إذن مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لإكمال ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد، والتي نناقش فيها لقاء الرئيس الموريتاني يوم أمس ببرلماني أحزاب الأغلبية وموقف هذه الأحزاب من الحوار السياسي المرتقب. ضيفنا هو الأستاذ شيخنا والحجب ورئيس حزب الكرامة. فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، عدنا لنواصل النقاش في هذه الحلقة من برنامجكم المشهد، والتي نناقش فيها موقف أحزاب ائتلاف الأغلبية من الحوار السياسي المرتقب بين المعارضة والنظام. ضيفنا هو رئيس حزب الكرامة الأستاذ شيخنا والحجب. أهلا وسهلا سيد الرئيس. توقفنا قبل الفاصل عن موضوع ضمانة الجدية التي تطالب بها المعارضة وتلح على ضرورة توفرها من أجل ألا تلدغ حسب تعبيرها من ذات الجحر مرات أخرى. هل تعتقدون أن ما ذكرت من تأجيل انتخابات ثلثي، تجديد ثلثي مجلس الشيوخ وغيرها، هذا كافي كضمان جدي، أم أنه فعلا بإمكانكم تقديم ضمانات أخرى من أجل إشراك المعارضة وركونها إلى الحوار السياسي؟ أنا أعتقد إذا كانت المعارضة تريد نتائج مسبقة قبل أن ينطلق الحوار فهذا شيء آخر. أما إذا كانت تريد أن تستأنس أو تتأكد من جدية الأغلبية في الحوار، الأغلبية وفرت أسس لهذا. الأساس الأول أنها أطرحت وثيقة قدمت المعارضة فيها كل القضايا التي تخطر على بال أي فرد أو أي حزب من أحزاب الأغلبية، وبالتالي فإذن لم تطرح، لا توجد خطوط حمراء في طرح أي قضية. النقطة الثانية هو الدخول في إجراء عملي بتعيين شخص مكلف بالحوار، وأيضا تحديد الشخصيات اللي لها تدخل التمهيدية في الحوار، وثانيا من ناحية المؤسسية تجهيز إحدى المؤسسات. هذا أعتقد أنه ترسانة وغيره من الأمور الأخرى اللي تظهر لها عند هذا الطرف وذاك من أطراف الأغلبية، والإجماع اللي خلق يامس، إجماع كلي بين جميع أحزاب الأغلبية بدون استثناء وبدون تحفظ على استعداد الجميع للحوار. ولين تطالع البيان اللي ذكرت هو أكد ذاك وأظهره. إحنا ذا الحوار ندوره منه شنو؟ ندوره هاي الأطراف السياسية تجابر يا الخلطة، هاي الأطراف تجابر وتقعد وتناقش كل شيء وتطرحه، ونين تقعد وتناقش للكل المطروح نعرف ذاك اللي لاهي تتوافق عليه وذاك اللي لاهي ما هي لاهي تتوافق عليه. لكن سيد الرئيس، ما دمتم تختلفون معهم على أنه لا توجد أي أزمة وأن الهدف من الحوار الذي أنتم أيضا تريدونه هو إشراك هذا الطرف الآخر،
لماذا لا تقدمون لهم الضمانات التي يرون بضرورتها من أجل ألا تتكرر ما يعتبرونها تجارب سابقة؟ أنا هي ضمانات أنا هل ما هي الضمانات تطرحها المعارضة إياك ينطلق حوار أو تدخل في حوار؟ هل تعتبرون ما قدمتم بصيغة أخرى، هل تعتبرون ما قدمتم من ضمانات يكفي هذا الحدود لا يمكن أن تتجاوزونه؟ نحن أنا لا أعرف هذا، بالنسبة لهذا السؤال لا يمكن أن نجيب عليه بهذه الصيغة اللي هي يعني لست مخولا للتنبؤ بكل شيء. أنا إنما أمر فيما هو كائن، فيما هو واقع، وفيما هو مقدم. فيما هو مقدم حاصله كله يأكد حسن نيتنا فن ندخل حوار جاد ومسؤول من أجل المصلحة العليا لهذا البلد، تعميقا للديمقراطية وتطويرا للقيم الديمقراطية، وكذلك تطوير لمسألة الحوار، لأن نحن في مسار حوار منذ فترة، في كل مرحلة يتطور في مرحلة معينة، نريد أن نعمق هذا الحوار ولتهيئة في المستقبل البلدنا بالنعود قادر بتجاربه السياسية وبتجاربه الحوارية بأنه يخلق فيه مسألة التناوب السلمي بشكل سلس على السلطة، لأن نحن نعتقد أن في الأغلبية وفخامة الرئيس مشروعنا السياسي عدنا طرحنا القوانين، عدنا مؤسسات، فتحنا الحريات المطلقة، بدأنا دخلنا في مشروع تنمية لبلد. إذا نحن طرحنا أسس دولة مستقرة ماشة إن شاء الله في تنميتها. طيب هذه الأطراف الفاعلة في الدولة السياسية في مراحلها تجاوبها مع هذا المسار، مع بناء الدولة الحديثة العصرية اللي احنا مشرعين فيها، نريدها ما يتغيب حد منها. يعني نعود مخرصين مصلحة البلد، ولأننا مخرصين مصالح جزئية ضيقة ومصالح شخصية ومصالح حزبية، جدير بينا أن إلى دعات المعارضة الأغلبية نستجيب لها، وإلى دعينا احنا للحوار تستجيب المعارضة، بدون أن نطرح على كل ذلك. هل تعتبرون بدون أن نطرح شروط مسبقة وبدون أن نبحث عن نتائج مسبقة نقتطفها دون ما أن ينطلق الشيء؟ هل ترون أن المعارضة قدمت حتى الآن شروط مسبقة لهذا الحوار؟ المعارضة حتى الآن لم تقدم لنا شيئا. ما نريده أن تقدم، احنا أرسلنا وثيقة قلنا هؤلاء شخصيات اللي لا تدخل معاكم في الحوار التمهيدي تطرحوا الإطار، تفضلوا رسلوا لنا رسالتكم. حتى الآن هذا عادل الشهر زائد، ولماذا التأكيد على الشروط المسبقة هذه؟ اسمح لي، ما زالوا يتداولون فيما بينهم، فبيتهم الداخلي حتى الآن ما زال عائقا لإجماعهم في صياغة هذا، في الاستجابة لهذا المطروح لهم. فأنت إذن عليك أن تسألهم أولا لماذا هم تأخروا عن إرسال هذا الجواب، ولماذا هم تأخروا أن يستجيبوا، أن يتفاهموا. بناء على ذلك هل تعتبرون أنتم الآن بناء على ذلك هل تعتبرون أن العقبة الآن أمام الحوار هي المعارضة؟ في عجلة من أمرنا، ليس هناك ما يدفعنا للعجلة. نحن عندنا مشروع سياسي، عندنا دولة، نتدبر أمر بلد، مشرعين في ذلك. لا نريد، لسنا ما نعجالة، ما معجلنا شيء، ومستعدين ننتظرهم، ننتظرهم حتى يرتبوا أمورهم الداخلية ويتفاهموا ويخرجون إلى صيغة مجمعة مجتمعين عليها تكون مساعدة لانطلاق هذا الحوار. إذن الكرة الآن في مرمى المعارضة. المعارضة حتى لما عندما تمر فيها تسريبات وتشوف الوثائق، هذا بوثيقته وهذا لماذا كل هذه الوثائق؟ أنتم إذا كنتم معارضة على ما يؤشر، هذا يؤشر على أزمة داخل المعارضة وليس داخل الأغلبية وليس داخل البلد. هناك أزمة في المعارضة نفسها، يجب أن المعارضة أولا تبني ثقة فيما بينها، ويجب أن تكون مستوى الوعي عنده ومستوى الإدراك ومستوى المصلحة اللي كانت من مصلحة عليا، وأنا أعتقد أنهم ليسوا سفهاء وليسوا سفهاء كذلك، لأن مسارهم التاريخي لا يشير إلى السفه أبدا، ولكن عليهم أن يقطعوا خطوة في اتجاه ما هو مطلوب، حتى يرسلون شيئا
عندما نرفض هذا الشيء أو نتحفظ على بعضه، هنا يبيح الكلام في حول الأغلبية. ولكن عندما تطرح الأغلبية كل ما هو عندها وتكون مستعدة وتثبت حسن نيتها في ذلك وتنتظر حتى الآن شهرا زائدا وهم يتداولون في بيان بينهم وكلهم يعدل المسودة ويعدل الوثيقة واحد وهي شروط وهي شروط، لا احنا نريد شروطكم كاملين، نريد ان تصغونا شيء مشترك بيناتكم، يا الخلطة تفقرشوا بينكم تتجاوزوا خلافاتكم انتم وترتفعوا الى مستوى لمستوى القيم الديمقراطية وإلى مستوى الفهم المشترك وإلى مستوى المصلحة المشتركة. سيد الرئيس، على ذكر الخلافات هذه أيضا يثار سؤال آخر داخل الأغلبية بشأن سيناريو مثلا في حال ما إذا كان يطرح إمكانية إعادة انتخابات وحل البرلمان وغير ذلك، هناك أيضا شبه خلاف داخل الأغلبية من هذا الموقف. لا يوجد خلاف في الأغلبية وتوجد آراء، نحن بالأمس كل طرح رأيه كل طرح رأيه، ولكن في النهاية متفقين على مصلحة البلد وعلى كل شيء يخدم هذا المسار. قد تطرح أنت فكرة وقد يطرح هذا فكرة، ولكن في النهاية الموقف موحد. نحن لا نتأخر في ذلك أبدا، نحن كنا مصطفين مع فخامة الرئيس، وفخامة الرئيس استدعانا الاجتماع وطلب منا وش نورنا شني عند هذا الحوار، احنا وش نظرنا شور وشني شنو رأينا فيه. الآراء مهما كانت انطرحت هاي الديمقراطية، وكل يطرح رأي وكل حزب عنده رؤيته وعنده مقاربته. طيب ولكن هل أثير موضوع حل البرلمان البيان خلال ولكن البيان اللي اصدر عن لجنة الإعلام يأكد علينا كنا سريعين في صياغة موقف موحد، وكان أصلا موقف قاع موحد، لأن يعني هذا نظم كامل نظمته إطار، وبالتالي لا يوجد هناك خلافات بالمعنى الخلافات، توجد هناك آراء، هناك اقتراحات، هناك تحاليل، كل يحلل هذا شيء مشروع وهذا عادي. وحتى ولو كان هناك نشاز البعض أو بعض فهذا لا يغير من شيء، جميع طيب حتى تتضح الأمور، هذا الموضوع هل الأصوات المنادية بضرورة أن لا يتم حل البرلمان تعتبر أصوات نشاز في الأغلبية؟ نحن في الأغلبية عندما يخرج الحوار وينتهي إلى صيغة عليها إجماع احنا نحترم ذلك ونستجيب له بغض النظر، وبالتالي ما اعتقد ان ثمة حد متخوف من هذا الحوار ولا متحفي عليه ولا متخوف ايضا من نتائجه. هل انتم مستعدين لحل البرلمان في سبيل الحوار؟ احنا عندما ينتهي الحوار الى شيء مشترك في حوار جدي اهله يخرص المصلحة العليا للبلد مهما كان مستعدين له ومستعدين له وعندنا استعداد كامل وبدون تحفظ. طيب ماذا عن موضوع تعديل الدستور؟ بالنسبة للدستور وجواب فخامة الرئيس فيه كان واضحا ودقيقا وسريعا أيضا، قال أن هذا العقد اللي هو لن يتم تغييره إلا من خلال استفتاء وعود فيه مصلحة عليا للبلد، ويعرض أيضا على المؤسسات الدستورية المعنية. فإذا مسألة الدستور ليست مطروحة، لكن مصلحة عليا للبلد قابلة للتأويل، ليست شيء ملموس يمكن أن يكون محدد. مصلحة عليا للبلد هي تلك التي تكون نتيجة حوار جاد أهل وطنيين اللي يتطلعون إلى مستقبل البلد وإلى شيء مشترك، هذا هو اللي إلين يخلق منه شيء عنده علاقة بالدستور. الدستور وثيقة المهم منها هو على بناء موريتانيا، ومهم منها تنمية موريتانيا، ومهم منها وفاق الموريتانيين، ومهم منها هذا صيانة المكتسبات الشعب الموريتاني في الاستقرار وفي الأمن وفي التنمية إلى آخره. سيد رئيس الوقت انتهى، لكن أريد أن أسمع منكم رؤيتكم الاستشرافية لموريتانيا ما بعد الحوار في حال تحصل. أنا أعتقد أن ما بعد الحوار عندما يحصل ويخلق اتفاق على النتائج مهمة، أرجو أولا من الساسة
أن يكون تجارب السابقة في الحوار تتوج بحوار جدي يصل البلد إلى نتائج مطمئنة، يعود راضي الجميع لأنه بعده شارك وعلنه هذا رأيه وعلن هذه التنمية له يد فيها، خاصة اللي قال له مسألة الديمقراطية ومسألة كيفية تنظيم الخلافات، وبالتالي تبقى معارضة عندها رأيها تنتقد تقوم وتعود معارضة مسؤولة وجادة تحافظ على السلم الاجتماعي، تحافظ على المكاسب اللي تحقق البلد في التنمية وفي الاقتصاد وفي الأمور كاملة. وهذا هو اللي انت عارف عندما تشوف الدول المتقدمة، الدول المتقدمة طرحت قوانين، عدت مؤسسات، أعطت الحريات، دخلت مشروع التنمية، بناء الدولة، احترمت القانون، احترمت مؤسسات، خلقت الدولة قوية، عاد التناوب السلمي على السلطة سلسة، يجي هذا الرئيس يجري إصلاحات هيكلية في هذا القطاع، ولكن الدولة محكومة بمؤسسات. احنا بحداثة الديمقراطية مازلنا المؤسسات أصلا عدنا وعدلت عندنا على عجل، وبالتالي قناعة الناس بها قاع ما فاتت كبيرة، حتى بما فيها مع الأسف السياسيين. احنا ما نبقوا كل مرة نعدل مؤسسات ونجو نقولوا هاو جاي لأن فلان ما دخل الحوار خسروا المؤسسات. هذا في الحقيقة نقص في الوعي، نقص في التجربة الديمقراطية، ولكنه نقص يمكن تفهمه نتيجة لمستوى الوعي، نتيجة لمستوى الممارسة الديمقراطية. احنا ما هتعد عندنا مجتمع سياسي، ولا هتعد عندنا مجتمع نقابي، ولا هتعد عندنا مجتمع مدني. تجد المجتمع المدني والنقابي يخلط بين السياسي والمهني، هذا في الحقيقة كله مستوى أعتقد أنه يعود الأطراف السياسية يحكمها المصلحة العليا، يحكمها هذا البلد وهميته واستقراره. الأمور الأخرى تصبح بسيطة، وبالتالي أنا بعد في تاريخ المعارضة ودائما نثني عليها ما قد شفتها قادتها أبدا لشيء مخل بالأمن ومخل باستقرار البلد، وشاكر على ذلك وراجمنا إخوتنا في المعارضة الحالي إن تابعوا نفس السلوك ونفس المنهج. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المشهد. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ شيخ نور الحجب رئيس حزب الكرامة. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى جديدة ومباشرة من برنامج المشهد. لكم تحيانا جميعا، السلام عليكم.